السلام عليكم. جارتي؟ ها؟ صارتي؟ ايش شويه الشعر بغيت نسحر لك؟ صارتي؟ نعم؟ جارتي لا؟ ما كنفهم. غد كازا هو في شكل. مرة انا مالي شعري لا تقربتي ليه؟ واش انت صافا؟ عندك شويه المسطاج. ما ثقكش. ما عنديش. عندك شويه المسطاج. ما عندي اللقاء. ما عنديش ريح واش انت مريض؟ السلام عليكم خوتي كي دايرين لاباس عليكم مزيان كنتمنى الله تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هذا المقلب هذا اللي بزاف ديال الناس يقولوا لي راه مستحيل ديروا في كازا. اسيدي انا درته. خرجت للشارع قطعت البنات الشعر اي يا سيدي. تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر ما تنساوش كيف ديما تابونا في القناه تفعلي زر الجرس ديروا لايك لا فيديو الا عجبكم. تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر. السلام عليكم. شعرتي؟ ها؟ شعرتي؟ ايش شويه الشعر بغيت نسحر لك. السلام عليكم. شعرك ناضي الصاط. علاش؟ ها؟ علاش؟ اجلسوا. وعلاش؟ صاف بلاتي بلاتي بلاتي. لا وقعت هذا شعر. كلعب في نابولي. بلاتي. انا اطون. مزيانة. كلعب في نابولي. قالي الضربة. قطعت هذا شعرو. دونك هذا اللي خلاه. شعرتي؟ نعم. شعرتي لا. ما كنفهم. غد كازا هو في شكل. علاش اختي تتربي عليا غير كنفهم. قطعتي لي شعري. انا زوين عجبني. زيد شوية. لا ريح وما كنضحكش. غير زيدي شوية. علاش؟ والله الا بخير الحمد لله. بلاتي بلاتي مازال ما سالاش الفيديو لو وصلتي حتى لهاد اللقطه هادي دونك خصك تدخل عندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا. دير ليا فولو صيفط ليا الافكار ديالك. كملوا دابا الفيديو حتى الاخر باش نلحق. ها؟ علاش؟ عجبني شعرك تبارك الله اللهم بارك زوين. وانت هو ما نخليك صاحبي وهذا قطعت له شعره وانت غير جلس ارتاح. وانت تبارك هذا هو انا. انت مرجوك. انا هو هذا ما كانش على كدير هذا وهذا هو هذا. ها انتم ولات انا راه فين غنزيد؟ جلسوا الدراري جلسوا غنتشاموا جلسوا راه غتجلس حتى انا غنرد يلا غير جلس انا رداد نرد عليا يلا غير جلس يلا ما تحيدليش انايا كاسكيط انت مزيان سميلي علاش اش واش طالع عليك سخانه لا انا اصلا ما كنضحكش معاك انا انت انا ما كنضحكش ها ويلا واش مريض واش انت اللي بان لك جات قطع على شعره والصابة ويلي غبت غبت كيفاش غبت الريبليك ديالك زوين كيفاش الريبليك ديالي زوين واش مريض والصابة ودابا انا شنو غندير اش غديري؟ ما عرفت كيفاش شنو غندير؟ ما عرفت كيفاش ديري؟ جلسوا غنتفاهموا، صافا مزيان؟ لاحظتك جلس يا صاحبي سميتك دارني عمود الفقر جلست حنا راه ماشي غير دارني العمود الفقر سميتك حدا هو ما كاشير علاش قطعتي شعري؟ بلاتي انا راجعك سميتك لا لا ما احمد 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 انت؟ محمد احمد محمد انا ايوب مشرفين انا عرفتي منين جيت؟ انا ما عرفتش ما باغيش نعرف علاش شعري شعر واي بلاتي وغنعطيك شعرك عرفتي انا منين جيت؟ من مكناس اها انا صيفطوني واحد الناس انا كندير داك الشيء الشعوذة والسحر عادي لا ما عاديش عادي عندك شوية. عندك واحد الشيبه تما عندك واحد الشيبه غير صبري غير صبري صبري عندك واحد الشيبه انت مريض الشيب راه خايب الشيب ولا ما سوقش غير صبري ريح ما كنضحكش شنو بالصافا عمري شتي كازاويه معصبه وضريفه في المسلوق مضريفه ما ضريفاش يلاه نزيدي شويه عادي ما كنضحكش غير زيدي شويه شويه شعري لا ما كنضحكش يلا صافي ماشي مشكل ديه ما دي ولا يديك واش انت مريض الله لا لا بزاف عجب قالوا لي غاتمشي عند واحد الدري جالس في واحد الجرده حدا مسجد الحسن الثاني ياك هو هذا مسجد الحسن الثاني هاكاك الله يرضي عليك الكوبي ديالو راه هو الحقيقه وبلاتي قالوا لي غاتمشي غتلقى واحد الدري لابس واحد جاكيت ديال الجين سروال ديال الجين وسبرديله في البيض وغتلقى واحد لابس حداه توني دراجه ومن تحت الصوفيط ما في الزرق في الشيبي وغتقطع له الشعر وغادي تجيبو ليا حيت انت زهرني ما يعجبك ومن بعد بغيت ندير له ديك اللعيبه ديال المقلص ديرها ديرها ما بديك صافي ديه ناخذو ما كنضحكش براكه ويلي لا زوين وسعرتي وبراك واش انت مريض واش طلع انا راه براكيش انا راه صافي راه حبس انا راه حبس صافي لا شنو دابا انا شنو غندير اش غديري ما ديك صافي قطعت صافي غنمشي بحالي يعني. ما غتمشي شنو غندير غدير لي شي حل انت كيرسل التليفوني ما سوقكش غنهرس لك التليفون ما غتهرسوش غنعطيك عاوتاني ايفون 12 برو ماكس عطيه راسك ما بغيتش راه عندي انا وصافي نزيد شويه لا براكه السلام عليكم ما كنضحكش ما كنضحكش زعما كنضحك صبري 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 شويه شويه ريح واش انت مريض صافي انا نمشي بحال هاتي غندي صافي انا غندي يلا انا غندي ودابا خصني نزيد هي شي شويه الا كان الا كان غير شي باقي بلاتي غير بلاتي غير بلاتي يلاه طلق الشعر طلق نعطيك الشعر غير بلاتي انا نعطيك الشعر انا نعطيك الشعر يلاه غتقطع لي السلسله السلسله هذاك الشيء اللي باغي تعرف السلسله ولا السلسله لا 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 انا شنو بغيتي غير بلاتي انا غنعطيك الشعر انا غنعطيك الشعر انا كان اختي راه الكلاب تا هو نقطع له الشعر وقطعوا انا مالي شعري لا تقربتي ليه واش انت صافا
عندك شويه المسطاج عندك ما عنديش عندك شويه المسطاج ما عندي اللقاء ما عنديش ريح واش انت مريض يرحم لك والديك الله يرحم لك والديك شو شو غير شو هيا لا واخا هانا غنقص انا غنقص وغير بالله وغير بالله تيبل انا ريح انا ريح يلا هيك وين يطلقوا يلا يطلقوا ها يا خويا كازاوا انتوما صحاب هاك ها ها حطوا ها ها واش صحاب علاش علاش واش هكا صاحبي وهكا علاش مالك سير خويا تعالج لك حتى شويه صافا انا عندي واحد المرض تشعر لي شتو كندير له ما تبقيش ريح ها ما كنضحكش صافي جاوبي جاوبي بعدا لا ماما ما كنضحكش ماما انا ماماك ماما وداك سوق راسك قلتي لي لا ماما ما كنضحكش دابا شنو غادي ندير اش غادي ديري واش شعري ويلي مشكله هادي ودابا اش غنديروا حنا انا تلقطو انا عجبني قطو اجي هاكا كسيف سبحان الله العظيم كديز من هنا عجبني شعرك درت له سبحان الله العظيم قلت لك انا واه طب هنا رطب واش ما حرش واخا يلا راه يلا اه وغيب بلاتي يلا غير جلس هي جلس يلا هي جلس واخا جلس صافي انا والسيد انت مالك ورا خويا سمالك سمالك اخويا ما تتشابهوش ومن بعد هاك تشبهوا في الوسطى زعما من نفس الوسطى اه الله يحفظك عادي يا صاحبي لا ما عادي بغيت والله تعجبني شعرك تبارك انت انت ما عنديش المقرع عندك غير داك المقصه صح مريض مالك شعرك زوين ما سوقكش ما سولتكش ها ما سولتكش ها انا قلتها لك مزيان بلا ما تضيعي الطاقه ديالك عاد تسولي اه مزيان نزيد شويه نزيد شويه ريح ما كنضحكش باقا مالكم مالكم هاد الكازاويات هكا دايرين مع الصبي سوقك خويا شكون قال لك جيب كازا اصلا ها قلتها لك انا انا شكون باش عرفتيني انا كازا ولا ماشي كازاوي مزيان ما سوقيش باش عرفتيني انا وي باش نعرف باينه من هضرتك علاش ماشي كازاوي ما عرفتش كيف ما عرفتش صافي ما تقربش ليه صافي ما قربتش يلاه جلسي انا مقص عطيني مقص عطيني مقص عطيني غير المقص بين ليا انا ما عندكش لا لا ما عندكش اه بين ليا انا وغير بلاتي نزيد غير شويه ندير له والقلاوي ولا ما تخسرش معايا الهضره صافي شاف عمرك تبعتي وتتلق انا الناس يا صاحبي ريح اصاحبي مش ايوا خويا السلام عليكم نضحك معاك واخا شعرك والله ما شعرك شوف اختي غنزيد غير شويه وغنمشي بحال لا 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 يلا صافي شوف اختي انا حتى نضحك معاك اسمع اسمع هضر ماشي شعرك هذا انا راه غير درت لك شي شويه ديال الضحوكات انا قطعت لك الشعر اختي السلام عليكم تتسلمي بالسريه اه حيت انا كلشي ويلي صافي نسلم عليك بالكلشي صافا مزيان صافا شوف اختي انا تنصور واحد الفيديو راه واحد الدري تيصور شتي راه هو راه شتي واش انا اختي تحط هذا الفيديو هذا اه ماشي مشكل وجهك كيبان ما يبان عادي شي شويه ديال الضحوكات طلعنا ولد مكناس اختي مرحبا بك في مكناس الله يحفظك سمحي لي والله واش انت شعرك كامل هكا داير هذا السكوتش واش انت عندك السكوتش في النواه ديال الشعر خويا انا تنضحك معاك راه واحد الدري تيصور شتي راه شتي اخويا غير في اطار الضحكات الفيديو هذا ما قطعت لك الشعر انت ما تقد تخزق راسك انا السيد انت مالك يا خويا وسالي تحت هذا الفيديو وجهكم يبان عادي الله يكبر بكم انا ولد مكناس اخوتي اه مشرفين الله يحفظك مرحبا بكم في القناه العز مادام وصلتي حتى لهاد اللقطه هادي دونك عجبك الفيديو شكرا لك بزاف على المشاهده وما تنساوش كيف ديما تدخلوا عندي الانستغرام ديالي اللي هو هذا دير لي فولو صيفط لي الافكار ديالك الا مازال ما درتيش سبسكرايب ديرها اكتيفي الجرس الا مازال ما درتيش لايك لا فيديو ديرها تشجيع عندنا تحفيز عندنا شي كومونتير زوين تهلاو في راسكم كنبغيكم كاملين حتى شي فيديو واحد اخر